تمام ثاني لسلسلة الأنواع الكيميائية. بالنسبة للتمرين التاني يقول نقرأ على لصيقة مشروب غازي يباع في الأسواق هاواي، مشروب هاواي المعروف. المعلومات التالية بالنسبة للمكونات: ماء غازي، سكر، عصير برتقال، محمضات أو 330 أو 300، نكهة حافظ، نكهات مادة حافظة أو 211، معدل أو 331، مستحلبات 414 أو 440، مولينات مجموعة ديال الأو اللي كان لهم رموز تم أعطيهم أرقام. أولا نذكر مادتين طبيعيتين موجودتين في هذا المشروب. إذا مادتين طبيعيتين، نرجعو للتعريف ديال نشوفو في المواد الطبيعية. قلنا بأن المادة كتكون طبيعية إذا ما استخرجت من شي من الطبيعة، سواء نباتية أو حيوانية أو معدنية. لما نحفظ مادة المكونات سنلقى بأن عصير البرتقال هذه مادة طبيعية، وأيضا السكر مادة طبيعية. إذا السؤال الأول، مادتين طبيعيتين موجودتين في المشروب، غادي نذكرها هنايا، عصير الليمون، غادي نذكرو السكر. ثاني، هل المشروب حمضي أم قاعدي؟ ثم كيف نتحقق من الجواب؟ إذا فاز بالمكونات سنلقاو أن المشروب فيه عصير البرتقال وفيه محمضات. إذا بما أن فيه هذا الجوج، إذا عندنا المشروب يحتوي على عصير الليمون والمحمضات، إذا فهو حمضي. إذا الآن كيف نتحقق؟ شفنا في الدرس التحقق من الحمضية شنو نقدروا نسموه؟ نسمو جهاز القصر بي اش، يا إما بالسيمو داخل بي اش أو جهاز بي اش متر. وللتحقق من ذلك يمكن استعمال ورق بي اش أو بي اش متر. إذا نقيسو القيمة ونشوفو واش أصغر من 7 ولا لا. سؤال 3، كيف نتأكد أن السكر الموجود في المشروب هو الجليكوز؟ إذا شفنا الجليكوز عنده واحد الرئيس خاص به، هو اللي كيدير المحلول فيه هني مع التسخين. إذا 3 غنديرو للتحقق من أن السكر الموجود في المشروب هو الجليكوز، ننجز رائز الجليكوز، رائز الكشف عن الجليكوز، وذلك كالتالي. إذا ما قالش كيف يعني توصف الطريق، هناخدو واحد أنبوب اختبار، نضعو فيه قليل من المشروب، نضيفو له قليل من المحلول فيه ليه، ثم نسخن هنا، نديرو التسخين وهنا نشوفو. إذا هنا ظهور لون أحمر آجوري، هذا كيعني بأن السكر هو الجليكوز. عدم ظهور اللون الأحمر الآجوري يعني أن السكر الموجود في المشروب ليس الجليكوز. هذا هو الرئيس باش نكشفو بأنه، باش نتأكدو بأنه السكر الموجود في المشروب ديال الهواي هو الجليكوز. السؤال الرابع، علما أن الغاز المذاب هو ثنائي أكسيد الكربون، أعطي تفسيرا بسيطا للمناولة التي تقترح من الجزائر التحقق من طبيعة هذا الغاز. إذا الغاز ثنائي أكسيد الكربون، مناولة تحقق من غاز
سي او 2 في المشروع. لا شنو الغاز سي او 2 فاش كنكشفوا عليه؟ كنكشفوا عليه بماء الجير كما سبقكم شفتم من الاعدادي، بان ماء الجير يتلوث في حال وجود غاز ثاني اكسيد الكربون. فاش غنحاولوا نديروا؟ غناخذوا هذه القنينه ونحاولوا نحركوها بقوه الرش ديالها، ونثقبوا نحطوا ثقب في ذاك الغطاء ديال القنينه، نمروا انبوب بحيث ان ذاك الغاز اللي غيكون انطلق واللي كيسمع هو اللي كيتحرر في الحاجه، كنحلوا القرعه كتسمع ذاك الصوت من بعد من القرعه، هذاك الغاز راه هو اللي كيكون ديك الساعات محبوس وكيتحرر. اذا حنا ما نخلوش القرعه غادي نثقبوا ذاك الغطايه ونمروا فيها واحد الانبوب ونقوموا بالتحريك ديال القرعه، وذاك الغاز ديك الساعات اللي غيتحرر غادي يمر مع الانبوب، ذاك الانبوب ندوزوه في واحد الاناء اللي كيحتوي على ماء الجير، ونلاحظوا اذا تحرر اذا تعكر ماء الجير غنقول بان ذاك الغاز اللي كان في المشروب هو ثاني اكسيد الكربون، ولا ما تعكرش غنقول بان الماء ذاك الغاز ماشي هو ثاني اكسيد الكربون. اذا للتحقق من ان الغاز موجود في المشروب هو سي او 2 نقوم بتحريك القارورة ثم نمرر الغاز المنطلق بواسطة أنبوب إلى داخل قارورة تحتوي على ماء الجير، ونلاحظ تحتوي على ماء الجير، ومنه إذا تعكر ماء الجير فإن تعكر ماء الجير فإن الغاز المنطلق من المشروب هو CO2، وفي حالة العكس وإذا لم يتعكر ماء الجير فإن الغاز ليس CO2.